إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام، میرے عزیز سامیوں اور پردہ نشین میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس بزم کا آغاز کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں اس بزم کے آغاز کے لیے حافظ عادل قریشی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں. میں حافظ عادل قریشی کو شعر کے ذریعے سے دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. حافظ عادل آئے اور اس بزم کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حقیقت خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائیں گا، حقیقت خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائیں گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائیں گا.